الاستفزاز والسادة مساء الخير، يسعدني أن أشارك في هذه الندوة وأحيي بالمناسبة مؤسسة الفقية التطوانية لوجودها ولاستمراريتها ولنوعية المواضيع التي تختارها في مثل هذه الملتقيات في زمن صعب. سبق لي وأن شاركت في إحدى الندوات عندما طرح سؤال كبير أظن منذ 5 6 سنوات، المغرب إلى أين؟ أظن كان هذا هو ما يثيرني هو هذا العناية بالمواضيع بأهميتها بنوعيتها. إذن أنا سعيد بتواجدي هنا، وعندما نتحدث عن السياسة بين المفهومين، السياسة وكل ما يتعلق بالدولة، حيث توجد دولة بمؤسساتها المركزية أو امتدادات هذه المؤسسات ترابيا أفقيا، كل ما هو مرتبط بالدولة هناك السياسة، أو السياسة بمفهوم واسع، يعني حيث هناك علاقة هرمية للحكم للسلطة، فيه من يحكم وفيه حاكم. هناك كذلك سياسة، وهنا قد نجدها في كل مكان، حتى عندما لا نريد أن نسميها سياسة. هناك من يقول بأنه في جمعية العلاقة الهرمية الموجودة والتي يخلقها النظام الأساسي والبنية القانونية إلى آخره، يعني أبين أنكر هنا. هناك مفهوم واسع، عندما نتحدث عن السياسة كاين هاد الاختيار، لكن الآن أصبح من الصعب أن نأخذ واحد من هاد التحديدين، أن نختار أحدهما فقط. الأشياء أصبحت متداخلة، هناك تغيير وقع في البنيات، ما هو سياسي في بلادنا بالضبط، المؤسساتي، القانوني، المدني، الاقتصادي. طبعا ما كانش من قبل هذا التنفصل ما بين الاقتصاد والسياسة الذي نلاحظه اليوم، وهذه هي الملاحظة ديالي الأولى. السياسة موجودة في كل مكان، ولكن في نفس الوقت هناك من يدعي أن الدوائر التي يمكن أن نمارس فيها السياسة محدودة. كتب الكثير عن علاقة نظامنا السياسي بالتكنوقراط في سياق التفاعلات ما بين الحركة الوطنية وامتداداتها والسلطة المركزية منذ الاستقلال. إذا اطلعت على الكتابات في العلوم السياسية هناك أطروحة يعني تلازم أهم التحاليل، لأنه النظام استعمل التكنوقراط لكي يواجه الناس نتاع السياسة. هذه أطروحة نجدها في كثير من الكتابات، يعني إلى حدود اليوم كاين التركيز على هذه، لأن هناك 6
استعمال للتكنوقراطي ضد السياسي الذي يقول الذي يبدو بأنه يحمل مشروعية سياسية من الميدان ومن التجربة ومن الممارسة. هذا 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 جانب. أي دور للسياسي في هذه يعني الألفاظ الأولى نتاع إشكاليتنا الإشكالية المغربية، السياسة، السياسيين والتكنوقراط، ثلاثة ديال العلاقات ممكنة. العلاقة الأولى هناك نسميوه ما اعتمد عمليا أنه السياسة دخلها العلم، دخلتها العقلانية، وبالتالي التمييز اللي كان من قبل أن السياسي يتكلف بالغايات، بالأهداف، بالتوجهات الكبرى، والتكنوقراطي شغله هو الوسائل وتحديد الوسائل للوصول إليها. العلاقة هذه التي تركز على التكنوقراط تريد أن تقول بأن ما بقاش الفرق ما بين الغايات وما بين الوسائل، وبأن كل الأشياء كل المجالات دخلها العلم ودخلتها العقلانية، وبالتالي يمكن للتقني التكنوقراطي المهندس بالمعنى المهندس ماشي هو المهندس الزراعي أو المهندس بهذا المعنى، بالمعنى الأول ديال الكلمة المهندس، يعني الذي يغلب العلم التقنية إلى آخره بهذا المعنى الواسع. فبما أن العلم تقدم يمكننا مثلا في الانداش مثلا في المبادرة الوطنية يمكن ندخلوا الهندسة تقننة الأشياء، أنه ما بقاش ما اختيارات، عارفين بأنه كاين الرقم كذا ديال الفقراء وديال الدوائر الترابية الفقيرة واللي خصها تدخل وكيفاش غيكون التدخل، وحتى ذاك التدخل عنده نموذج إلى آخره. هذه رؤية، ما بقاش الفرق ما بين القيادي السياسي الذي يختار الأهداف الكبرى والتقني اللي هو يشتغل في هذا الإطار ديال الاختيارات الكبرى. يعني الحكم بين الدين السياسي والتقني ينفذ، هذا هو العلاقة الأولى اللي كانت. في نقد هذه العلاقة تم تأكيد أكثر من مرة في المغرب في لحظات، واللحظات اللي عشناها هذه المسألة ماشي غايبة، حاضرة عدة مجالات حضر معنا. وبالتالي هناك نقص من قيمة السياسة ومن مشروعية السياسي في تحديد هذو علاقتين هما واضحين. احنا عشنا اكثر، انا عشت تجربة التناوب وجيت من علم السياسة تخصص، ولما دخلت الحكومة كان عندي في ذهني، قريت هذه المرحلة بأنها عودة السياسة بشكل ما. باش تكون الصورة أوضح، عودة السياسة، يعني فهمت أنا ديك التجربة بأنها رجعات السياسة. لكن كانت لحظات من بعد، ماشي كلها لحظات من بعد، عاوتاني بقوة مسألة التكنوقراط واستصغار السياسة وإهمالها وإبعادها، انسحاب السياسة. هذو العلاقتين كاينة
طبعا علاقة أخرى اللي كتجاوز هاد المسألة كتقول لك ودي الخدمة ديال السياسي هو يحدد الأهداف، الخدمة ديال هاد ديال التكنوقراط هو الوسائل، ولكن هذيك الأهداف شكون اللي حددها؟ انتخابات. المدينة ناقشت، كان نقاش عمومي، كان مواجهة، كان صراع ما بين المشاريع، وبالتالي الشعب اختار والسياسي بنفسه بحكم عليه انه يمشي في الاتجاه ديال الاختيار اللي جاء عبر انا هذه الفكره كتبان ليا كتهيكل حياتنا السياسيه، انتحار السياسه، عوده السياسه، صعود التكنوقراط الى اخره. هذا النقاش يبدو لي انه ليس بثانوي، ولازم نعيش يعني عده محطات ديال الصراع بين هذه النزاعات. المسألة الثانية، في مجتمعات مثل مجتمعنا دوائر السياسة كانت تاريخيا ضيقة، كان الحكم المركزي السلطان 18 يعني القرون الماضية إلى والناس والمحيطين العلماء كتوسع الدائرة، يمكن ندخلوا يعني الصورة اللي عندي في ذهني هي ديك الاستشارة الكبرى ديال السعديين، الاستشارة الكبرى ديال مراكش في 1593 ديال السعديين، لما أحمد الذهبي المنصور جمع كل النخب، اهم ما كاين من النخب في البلاد شكون فيهم؟ فيهم القياد، فيهم الممثلين المباشرين ديال السلطه ديالو، فيهم القضاة، فيهم العلماء، فيهم الناس ديال الحسبه الى اخره، شي 500 حسب المؤرخين، شي 500 يعني ملي كتوسع السياسة طبعا ماشي بوحدهم كيهتموا بالشأن العام، هناك الناس وأدبيتنا مليئة بالإحالات لهاد الفئات المكونة للمجتمع المغربي، العامة، الخاصة، العلماء إلى آخره، المجتمع الأهلي، الناس اللي عندهم اهتمام بالسياسة بشكل أو آخر. هاد الدائرة مع ذلك بقات ضيقة. يقال بأنه في المرحلة الاستعمارية كاينة لائحة، السلطات الاستعمارية كانت عندها جوج لوائح، لائحة كبيرة فيها 500 واحد هي النخب، كتشوف هذه اللائحة اليوطية، نسميوها اليوطية الاستعمارية طبعا، وكاينة لائحة قصيرة فيها تقريبا شي 50 شخص. انا علاش كنجيب هاد الصور؟ كنجيبهم غير على قضيه، على فكره طابع ضيق ديال دائره المهتمين او حتى المنخرطين للعمل السياسي، السلطه، دوائر محدوده الى اخره، ولكن في محطات استثنائيه كتوسع الدوائر، استقلال الحركه الوطنيه، لحظات استثنائية مثل المسيرة الخضراء إلى آخره. عندنا يعني بشكل مذهل عبد الله العروي ملي كيتكلم على معركة سواد المخازن، وعندنا واحد الجملة سريعة جدا كيقول شي حاجة اخترقت الجسم المغربي من الشمال إلى الجنوب. كنعرفوا بان يعني صعيبه الخريطه المجتمعيه ديال المغرب، صعيب نقراوها. كاينه محطات اللي كتوسع في هذه الدوائر ديال التسييس، ومع ذلك اعتبر بانه
دوائر السياسة بقت تاريخيا محدودة ما عدا هذه اللحظات الاستثنائية والخاصة واللي عندها أهمية يعني غير عادية من ناحية مواعيد دولية فيها العدو فيها ضرورة التعبئة فيها اللي هي كتخرج عن المواعيد. وبالتالي اطرحت هنا انه فضاءات اللاتسييس في مجتمعنا واسعه لاسباب مختلفه. فضاءات التسييس احيانا كنسمعوا الاطروحه ديال العزوف وقال السيد قبل قليل العزوف عن السياسه عدم المشاركه الى اخره. لكن انا كنتسائل واش المجتمع دخل السياسه باش يخرج منها. صحيح في قطاعات واسعه يعني لا باس بها، ولكن الحقيقه انه اللاتسييس قاره واسعه في المجتمع داخل المجتمع، هذا إشكال عندي. طبعا اللاتسييس كاين ما يسمى بانسحاب السياسة أو لا ديبوليتيزاسيون، الناس اللي مارسوا السياسة حتى النخاع ولأسباب معينة خرجوا منها. المسألة الثالثة اللي بغيت نركز عليها المسألة الثالثة اللي بغيت نركز عليها وهي قضية المنافسة. دابا كاين حديث على النموذج التنموي، كانوا موضات كثيرة ملي كيجي أحيانا كيتعطى الترجح جل النخب والفعاليات كينغمسوا في ذاك التوجه. مزيان لانه خصو يتخاد لما كيكون شي طرح سياسي خصو يتخاد بجد. النموذج التنموي جديد او غير اللي هو موجود اللي يقال بانه فشل فيه ريحه تكنوقراطيه، هذا الدور فيه كثير من الاقتصاد في بزاف ديال هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية واش كنتكلموا على نموذج تنموي ولا على مشروع مجتمعي؟ مشروع مجتمعي ماشي فقط طريقة ديال ممارسة الاقتصاد ديال وتأثيرها مؤسساتيا وتشريعيا ديناميات. طبعا فيها كاين ديناميات كاين وسائل غير هذه اللي قلت انا دابا، لانما الوقت لا يسمح بالوقوف مطولا عن التفاصيل. المشروع المجتمعي هو اشمل وطبعا كيعطي قوة اكثر للسياسة والاختيارات، وقيلا ما عنديش حتى الحق انني نتكلم على مشروع مجتمعي بل مشاريع مجتمعية متنافسة هي اللي كتعطي الحيوية للسياسة. الإجماع كينزع الحياة من أننا نكون ديما كنا متفقين على كل شيء، كيقتل المجتمع في رأيي. كاين الأساسيات كاين التوابيت كاين ما يجمعنا فوق كل شيء، ما يجمع مكونات المجتمع المغربي فوق كل شيء التوابيت، ما نسميه في القاموس ديالنا المغربي التوابيت يعني. ولكن خارج التوابيت هناك مجالات واسعة للإبداع، مش اختلاف، ماشي لا نبحث عن الاختلاف من أجل الاختلاف، للإبداع. جيب مشروعك ها مشروعي
والحكم هو السياسة والانتخاب والشعب. الشعب في اللحظات التي المفروض أنه يتكلم عليها. ما بغيتش نتناول الموضوع من زاوية الأخلاق والسياسة، مسألة من زاوية مصلح السياسي. هنا ثلاثة ديال النقاشات الكبرى اللي كانت عندنا واللي مازال وما محسوماش، التكنوقراط والسياسي واحد، جوج هاد النزعة اللي ولات اللي عميقة، وأنا بالنسبة لي ولات بنيوية، هي عاوتاني كنلقاوها في أحدث اللحظات اللي عشناها، كيفاش الخطاب السياسي كيولي تقنيات وعقلانيات، والسياسة فيها لا عقلانية كذلك، لا يمكن أن ننفيها. ثلاثة، مسألة المنافسة، المشاريع قد تواجه بعضها، وهناك مقاييس الأخلاقيات، كيفاش خص يكون الفاعل السياسي، مثلا الكذب في السياسة أو الحقيقة في السياسة، هذا إشكالات فلسفية. كاين النقاش المشهور ديال كانط مع بنجامين كونستان، كانط كان كيقول بأنه جميع الأحوال الحقيقة في السياسة خصها تكون هي الأساس، ما يمكنش السياسي أنه يكذب، تعطى كما هي. وبنجامين كونستان كيفسر ليه في النقاش بيناتهم، كيفسر ليه بأنه رأى أحيانا حقيقة مضرة بالرابط الاجتماعي وكذا، وبأنه وكما قال أفلاطون بأنه ملي كتقول الكذب من أجل خير المجتمع ما بقاش الشر. الكذب اللي كيبحث على المنفعة العامة إلى آخره. هذا النقاش أخلاقيات، زعما كيفاش خصني نتصرف، كيفاش هذه مسألة ديال الثقافات وديال، ولكن اللي مشهود هو اللي ما يمكنش ما نشيروش ليه هو كاين تراكم في الثقافة السياسية المغربية، تراكم كاين تراكم. أنا كنقارن بين رجالات السياسة ديال الثمانينات والتسعينات وفي هاد الحقبة هادي، كيبان ليا كاين مسافات من الناحية الأخلاقية، أشياء اللي ما الواحد كيتعجب ليها، كيفاش ولينا واحد كيقول كلام هاد النهار ولا غد كيعاود يبدل داك الكلام. أنا تبعت بدقة تبادل الضربات ما بين بعض المفاعلين، كيلتزم بشكل عمومي، فلان كيلتزم بشكل عمومي، كدوز 6 أيام 4 أيام كيرجع بداك الالتزام وبلا بدون أزمة ضمير. أخلاقيات مسألة ديالنا، ولكن نخليو هذا الجانب كثير كذلك فيما يتعلق بالملكية العمومية، قضايا الملك العام إلى آخره، يعني مسألة كذلك حاضرة بقوة. ولكن اللي ربطني به السيد الرئيس هي مسألة جوهرية، أن الحق السياسي مشكل من فئات الآن جد متنوعة لا تتحدث نفس الخطاب، ليس لها نفس الاهتمامات. من قبل لما السلطة المركزية كانت كتفتح نقاش حول الانتخابات، كيولي الساحة بكاملها تتحدث عن الانتخابات، كيفاش كيبداو
تهيئ العمليات الانتخابيه، اللوائح الى اخره، بكل يعني بسلبياتها وايجابياتها. لما كيتفتح النقاش حول الدستور كيولي النقاش هو الدستور. كاينه هوامش ديال المقاطعه وديال الخروج عن النظام والخروج تاع هذا النقاش، ولكن بشكل محدود. اليوم هناك تنوع كبير في مكونات الحق السياسي. ملي كنسولو اي دور للسياسه، هذه المساله عندها اهميه اساسيه محدده. كيفاش اي دور للسياسي والسياسيين او اللي دخلوا الحق العمومي مختلفين متنوعين؟ شكون اللي كاين؟ كاين النخب التقليدية، سواء كانت في يعني في السلطة أو في المعارضة أو في المعارضات. كاين يعني الأجيال اللي بانت، مثلا اللي بانت انطلاقا من السبعينات، موجات الإسلام السياسي بالتنوع ديالها. كاين كذلك الأطفال اللي كنسميهم أنا أبناء الثقافة الرقمية. كاين يعني الطابع الأساسي دابا ديال هو التنوع ديال مكونات الحق السياسي. كاين هذوك الناس اللي داروا وسطاء ما بين هاد الأجيال المختلفين. كاين ناس الاقتصاد في نخبها الجديدة، الرابحين والخاسرين اللي كتكون شركة، كاين اللي خسروا اللي كان عندهم الامتيازات اللي كانوا في المرحلة السابقة، وكاين اللي ربحوا. هذه جوج ديال الأعمدة، الرابحون والخاسرون إلى آخره. الحركة الاجتماعية في مركز الحياة السياسية. الثقافة الرقمية اللي لاحظته في هذه الأيام أنه من نتائجها أنها كتحدث يعني تسييس واسع. 15 مليون اللي كينشطوا الشبكات الاجتماعية اتجاه المقاطعة الأيام هذه الأسابيع، 15 مليون لاحظتوا يعني توسع هائل، أكثر من اللي شاركوا في الانتخابات. 12-13 صفحة كتعبر 15 مليون تقريبا. ولكن لاحظوا بأن هذا التسييس كيمشي في اتجاه جذري، مباشرة كيمشي للجذرية. وديك الثقافة الإصلاحية اللي هي من مميزات الحق السياسي المغربي، خبات ضربة في رأيي. مازال ما انتهتش الصيرورة، مازال هاد النزاعات مازالت في المراقبة، ولكن كاين تأثير كبير لهاد حول المسائل هذه. ما بغيتش نطول، لان نخلي الكلمه مزال.